الاسبوع اللي فات برضو احنا ما لحقناش قوي نتكلم في قصه لجنه الحكام، واللي انا الحقيقه مش قادر افهم لحد دلوقتي اعتراضات كابتن عظام عبد الفتاح على تولي رئيس لجنه حكام اجنبي او خبير تحكيم يجي اجنبي يساعد ويظبط الدنيا. انا قلت الاسبوع اللي فات وهكررها، قرارات طيبه وايجابيه ولو انها متاخره، ولو انها جايه بعد ضغط من الجمهور، ولو انها جايه بعد اقتراحات كتيره جدا من الجمهور والمسؤولين واللاعبين السابقين ولكن افهم ليه يبقى في حد معترض على انه يبقى في جاي حد يساعده اجنبي. يعني الاجنبي ده جاي بعقد منصب لمده سنه بعقد براتب يعني، وبالتالي مش ماسك في الكرسي. يعني هو لو ما جالكش هيروح اي حته تانية. ما هو في الناس دي بتبقى شغاله بره في اتحادات كتيره جدا، اللي بيشتغل في السعوديه واللي بيشتغل في الامارات واللي بيشتغل في اليابان واللي بيشتغل في اليونان واللي بيشتغل يعني موجودين في كل حته وبياخدوا ارقام كبيره جدا في كل حته. طب لما يجي لك سنه يظبط المنظومه وبعدين يمشي ويسيبك ويعلمك ازاي تديرها، ايه المشكله؟ ايه المشكله يا جماعه؟ انا لو بايدي والله انا لو صاحب القرار اخلي كل اتحاد الكوره اجانب، والله العظيم بلا نقاش اخلي كل اتحاد الكوره زي ما قلت لك المره اللي فاتت اجيب 3 اجانب يديروا الاتحاد نفسه، واجيب واحد مسابقات واحد حكام وشكرا سلام عليكم، واحط مع الخمسه الاجانب دول شباب مصريين ايا كان العدد بقى 5 10 15 20، شباب مصريين متنورين متعلمين متطورين فاهمين عندهم حس التكنولوجيا عالي، متابعين الكوره في اوروبا متابعين الاداريات في اوروبا، فيتعلم ياخد من الشباب من الاجانب يتعلم زي ما الامارات عملت زي ما السعوديه عملت زي ما الدنيا كلها بتعمل. مش فقاقه مننا يعني، مش اختراع، هو ده الطبيعي. الامارات والسعوديه والناس دي سبقتنا ليه بسنين ضوئيه في الكوره؟ عشان كده جابوا اجانب، تعالى يا باشا علمني انا مش بفهم في الحته دي قوي، ما بكبرش انا ماليش في الحته دي قوي، تعالى علمني. يعلم فيمسك بعديه ولد صغير عنده 20 30 سنه يمسك الدنيا يدورها زي ما الكتاب بيقول. وقطر ابتدت تعمل كده وناس كتيره بتعمل كده، مش فقاقه يعني. الصين واسيا الحته بتاعت الصين بقى واليابان وكوريا والناس دي كلها عملوا كده، وجابوا انجليز واسبان وبرتغاليين وايطاليين، جابوا كل الجنسيات اللي هي متقدمه كرويا عشان يعلموهم. مش عيب، اللي كان العيب انك تكابر وتقول لي اصل انا 7000 سنه حضاره وعيب ان اجنبي. لا مش عيب ولا حاجه. ايه يعني اجنبي هيجي سنه يعلمك ازاي تدير المنظومه الكرويه عندك بدل ما انت كل يوم عندك مشاكل وخناقات بس كده، بدل ما انت كل يوم عندك برامج بالليل ما بتتكلمش في الكوره بتتكلم في الخناقات. الموضوع مش عندي يا جماعه، عادي عشان تفيد الكوره المصريه يعني ضحي معلش بالكرسي شويه، لو فيها غلاسه مننا ضحي بالكرسي شويه عشان بس ايه الدنيا تمشي.